أرنت يا كيف خليك أسرد أكبت المساء لك أرنت إذا أنا مو باش نتبع لك راه مو تبعو شفتي يعني كيما كنشوفو قصة يعني أغرب من الخيال قصة لي صراحة طلع يعني تنتمنى باش هاد السيدة تاخد الحكم ديالها لأن من العيب والعار يعني السيدة في هاد العمر هادو كتلاح الزنقة وكتعرض للعنف والسب والشتم وشي هضرة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السيدة لي الدار ديال الزوج ديالها يعني الدار ديال الزوج ديالها بعد ما توفى الزوج ديالها دخلوا لها احد يعني نقولوا زوافرية شكون اللي كرهها اليوم؟ ولد ربيبك ولد ربيبك يعني قصة من مساخط الوالدين يعني ربيبها اللي سولى لها على الدار وكرهها لها لبعض الاشخاص اللي يعني تيقول بان باش عاودناش نمشيو وقع في الدار هذه وكنتمنوا من السلطات ومن رجال الامن تحيه رجال الامن اللي قالت لك فعلا ديما كنتصل برجال الامن اللي كيكون تيدخلوا ولكن هاد الناس عيقوا فاتوا العياقه ليا حاجة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كنشوفك دابا حاليا يعني شكرا للسيد اللي قدامك يعني اللي عطاك شوية الخبز وأتاي. عطاتني عطاتني كساعتي عطاتني خبز وشفتات من البارحة سيدي ما واكلة من البارحة جاية من الدار البيضاء. كنت برزقك برزقك بدارك. أنا سيدي في داري ورانا جايعة في الزناقي. أنا سيدي في داري ورانا في داري تندور بين الديور ما لقيتش حتى فاش نستقر. كنشوف الروينة الدار. أنت راه الزوافرية جو قال لك علاش نجي نسكن في الدار؟ علاش تجي قال لك هذا الدار ماشي ديالك خرج علينا برا. الدار ماشي ديالك. دار راجلي وأنا وريته فيها. عندي وراجلي الله يرحمه. وراجلي الله يرحمه. الله يرحمه. 13 عام هادي باش مات غير مات هو حنا ملايين في العزا جا ولدو استولى على الدار كان كاري ليه هذاك الكراج راه هو كان كاري ليه كاري ليه الكراج استولى على الدار. شحال من عام انتي ساكنتي والزوج ديالك هنا؟ حنا ما سكناش هنا حنا ساكن مع ولدو وهادي كان كاريها تنعيشو منها كان كاريها الجدرمية والبوليس كانوا تيعطيو فيها الكرا تنعيشو به حتى لنهار مات. نهار اللي مات البوليس مشاو في حالته مخرجو قال لي صافي حنا راه بغينا نمشيو في حالنا دارك شداو ولدو استولى عليها دخل شداو كرار الزوافريه دابا ما عطاش من منتف عنده واش دار معاه مهرب دابا درك عام هادا هما ساكنين ما تيخلصو ما كيخلصو ضو ما تيخلصو كرا ما تيخلصو حتى شي حاجه عام ما كيخلصو لا ضو لا مال لا ضو ولا مال ما مقطوع الضو مقطوع راه غير سارقين الماء وطالقين واحد المكانه لتحت يسقوا فيها كاملين فوق ولتحت سارقين الماء؟ الماء مسروق من هنا حبسي 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 الماء مسروق من هنا الماء انت قاعدين وسارقينه دور عندنا إذن هنا كنتمنوا من شركة المعنية بالأمر هنا بمدينة تمارة
باش تشوف فعلا هاد الماء واش مسروق او لا، لان يعني باش كتقول ان الماء مسروق وهذه حنا غندخلوا غنشوفوا حاله، يعني حاله كارثيه، حاله يعني اللي صراحه الله والله العظيم الى ما تنقول لكم مؤسف ومحزن. غنحاول باش ندخل معك للدار، ان الشمس طيباتك، الشمس طيباتك. إذا المباشر متابع الكرام، متابع شوف تي في، بقاو معنا في هذا البث المباشر، يعني تشوفوا شنو واقع لهاد السيدة هذه. هاد السيدة بدارها. أي شو 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 أشد الحالة، أشد الحالة الحاجة، أشد الحالة. إذا متابع الكرام، متابع حالة يعني صراحة الله، حالة يعني كيصعب، يعني هنا كيصعب. هذا مسدود، انا دوك راه سدينو وما راه شادينو. انت شوف اش دايرين، شوف شوف الشيشات والشراب والكارو والويل، شوف انت شوف ممكن حاجه انا دايرين فيه، يشربوا فيه، يجيبوا فيه البنات، يتيكموا فيه، تحشوا فيه كل شيء. انت شوف على عينيك شنو فيه، شوف شوف الحوايج كي دايرين، شوف الباكاج كي داير، شوف الزبل كي داير، شوف الدار كي دايره. انت ولد هذاك الشيء كله ما دوك سادين عليه وزايدين، راه جايعين النار كامله وما جايعين. انت شوف اخويا ما نعرف اخويا اش دايرين، شوف شوف اخويا اش دايرين، شوف انت شوف اخويا، انت اخويا شوف شوف الحياه كي دايره، شوف حياتي كي دايره ومعيشتي كي دايره. انت ولدي بلاتي، انت اجي ولدي تشوف هنا، انت دخل شوف، انت شوف ولدي، انت شوف ما عرفت ادرا كان جوش، انت شوف جوش كي داير اللي خرج من هذا ودخل لهذا البيت. انت سد انت سيدي، كاين 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 سيدي كاين، يعني ما خلوناش باش نصوروا، ولكن هي قناه الشعب، قناه شوف تي في. انت شوف خويا، انت انت شوف اخويا، شوف انت اخويا، شوف هذا الدار ديال سيدي، ولكن جاتني نصوروا ديال تم الملعب ديالنا. انت شوف اخويا، انت شوف شوف انت ولدي، شوف انت شوف ما شوف ولدي ام عيني، شوف شنو هاد الشيء هذا، تيطلبوا خبز كامل معمر في الحلاشي ويدوها للسواء. انت شوف شوف اسيدي، انت جو العروبيات ويدوها. شوف اخويا انت بابي اش داروا ليه، انت شوف هنا الكار هي، شوف هادي كوزينتي اللي فرقعوا لها البابات على فريال، بس صوبتو ديتو لواحد الدري صوبوا ليا حتى نسعه. شو اش داروا لي انت، وهزوا القفل غبي، هزوا ليا البوطه دخلوها لبيتها وسدوا عليها العامرة وحطوا ليا البوطه الحاويين. انت شوف اخويا، انت سيدي شوف، قلعوا لي بوطي، هزوا لي بوطاطي، هز خويا انت شوف الكارو كي دايرين ليه، شو الشرب اللي تيشربوه الويل تشمكير. انت شوف اسيدي، شوف انت شوف شوف اخويا، شوف انت شوف اخويا، شوف شوف كيضركو ما حضروا هنايا حيت جيتو راه طيح شي روح. انت شوف انت اخويا، شوف قاسيت عذاب مع هاد الناس، عذبوني محنوني. انت شوف ولدي انت اخويا ما عشتي كي دايره، انت هاد الروبيني واحد اللي كاين في المكان اللي ساقين من الضو، وهاد الروبيني تاع الكابينه اسمه متشي. واخا الحاج ميمتي ما تبكيش، لان احنا في دولة الحق والقانون كما قلت لي، بان يعني اشوف كما قلت لنا بان يعني هاد الناس تعدوا عليك وتخربصوا عليك. هذه الدار ديالك تجيو بانك نشوفوا هنايا، شنو نقول لك، بحال شي كوريك، بحال شي زباله حاشاك، وهذه لانك ماشي غير هنا، الدار من الفوق للتحت بحال هكا،
حنا التمن انا هنا فين كنت نسكن حنا التمن الملعب ديالنا راك شي التمن الملعب ديالنا باش نطلع الصوره فوق ما خلوكم ايش تشوف راه انا كاع ما فاقوا بيا وكنفاقوا بيا وكما خلاونيش اذا متابعي الكرام متابعين شفتي يعني كيما كتشوفوا الحاله يعني حاله يعني صعيبه وتدمي القلب انك تشوف السيده يعني سنة يعني مسنة وكبيرة وكبيرة والله 64 أم يعني 64 سنة كت يعني أجمعين يعني كتلقى يعني تهديدات سب وشتم شي هضرة اللي صارح بلاجة قربين نحن الشتم فيه لطب ثلاث حرق المعيور اللي كاين تكون قال لي أنا قال لك علاش جيت سكنينة هاد الدار حنا قال لك دارك لا قال لك ماشي دارك هادي علاش ماشي دارك حنا بغينا قال لك بغينا قال لك نستافدوا كتبكيو كتنهتي يا بنتي علاش تبكيو تتنهتي لان دارك حنا في دولة الحق والقانون حاول دير اللي ما عنده كتاب ما عنده حد راه وليتي ما حد شي حد اللي وقف معايا واخا هاد الناس يعني الخلاص ما كيخلصوش ما تيخلصوش ما تيخلصوش ما تيخلصو ما تيخلصو ضو ما تيخلصو كرا ما تيخلصو حتى شي حاجه ما تيخلصو علاش هاد الناس سايبين هاد الناس هادو شنو شكون هما هاد الناس هادو راه سايبين اخويا سايبين انت راه انا مني انا راه سايبين ما طايقه بوالو قلتي بان هاد الدار هادي بلي كتولي الدعاره وكيو الحشيش والشراب الحشيش يجي فيها الشراب يجي فيها الدعاره يجي فيها البنات يجي فيها كل شيء يجي فيها كل شيء يجي لهنا خويا كل شيء انت يعني انت طالبه غير رزقك او فين تسكني انا طالبه غير فين نستقر دابا حاليا المتابع الكرام باش تعرفوا والله العظيم مسكينه ولات تقول لك بغيت غير فين نستقر بغيت غير بويت فين الناس دابا حتى من البيوت هنايا كتلقاهم بانهم مزباله بانهم كانوا سادين على البيوت حتى جينا يعني حنا يعني بدورنا يعني وقفنا يعني معاه عاد باش حلات الباب وهذه اما ما كانوش يخليوها تدخل ما تندخل ما والو جارين عليا انا جيت من كازا هذا الصباح هربانه نهار الخميس وانا هربانه حيت جاوني وجراو لي ورثوا لي الماء عندو تقدو هذا الشيء هربت بديت قديت نبان حيت ما عندي حتى شي ولد ولا شي راجل يوقف كتافي ما عندي حتى واحد غير الله سبحان الله حنا في دولة الحق والقانون كنوجهوا رسالتنا الى السلطات يعني باش يدخلوا يشوفوا شنو واقع لان بانها كتسمع الطهارة الشراب الحشيش شي حوايج اللي ما غتخيلهمش على بالك ولكن غنخليكم الصورة يعني باش تشوفوا الحالة يعني ديال الدار كيفاش دايرة كما تقول بان الباب عاد صوباتو مهرسوه الباب هنا مهرس زبالة حاشاكم الفوق شنو كيوقع الفوق العلم لله ولكن تنتمناو اليوم عبر هذا البث المباشر باش دخل السلطات باش تعطي لها السيده الحق ديالها الا كانت مورد الحق تاخذ حقها ما كانتش مورد الحق تخرج بحالها ماشي بحال الزنقه قالت لك وليت انا تنخرج غير الجامع كنطلب من ناكل والله العظيم دابا غير واحد السيده مسكينه حنات فيها واحد كاس اتاي وخبز يعني طرف الخبز اتاي والخبز حسيتي بالحقرة خويا تحقرت بزاف انا تنطلب من الله والسلطات وسي الحموشي وسي كاع اللي في المخزن وكاع اللي في الدوله وكاع اللي امر كاع المحسنين وكاع الناس الخير وكاع ولاد الجواد انا بغير محل نستقر فيه نبغي شرى الرزق على الله ولكن نباتها في الزنقه وبين الطوموبيلات راه ما قديتش عليها مابقاش عندي صحتها الخدمه في الديور رانا عييت رانا تناكل الفانيد تناكل 7400 ريال تاع المال تاع الدول الشهر ما عندي حتى منين نجيبها راه غير تنسعى الله المحسنين الناس الخير على راسي الحموشي على اصحاب السلطات على وكيل جلالة الملك راكم تعجوا عليا وتكرفصوا عليا نجدوني في سبيل الله غير بالحق اللي عطاني الشرع واللي عطاني القانون غير بيت غير حق ما طلبت حتى شي حاجه من غير حق الان شوف اش دايرين
شكاشو كنا البوينتات انا جاو هرسوا الباب باش يقعدوا يكموا الحشيش والبوينتات ويقعدوا انت شوف شوف اش دايرين شوف انت قال لك هذه قال لك دارهم شوف الباب اش داروا لي راه هرسوه وقلعوا القفل راه دخلوه لعندهم البوطلين طيب عليه هزوه قلعوه لي ودخلوه لعندهم خلوا لي البوطه ديالهم خاويين ما ندير بهم قال لي عجبتهم راه هزوه واللي ما عجبتهم اللي ما عجبتهم انت شوف اش دايرين لي اخويا انت كتشوف على فينك شوف اش دايرين هاد الناس شوف اش لحقوني شوف انت اخويا البرد انت اخويا انت شوف انت دايرين شوف الباب اش دايروا لي شوف اش دايروا لي الباب شوف اش دايروا لي الباب شوف اش دايروا لي هاد الشيء انت تشوف شوف اخويا شوف شوف اش دايرين ليا شوف شوف حالتي بقات لي الدار هذه انا شحال كنت الدار هذه بقيت واخا بغيتي تسكني دروك انا ما هرتين هاد الشيء هما يا هما دوك حيت جراو عليا وهربت ليهم حيت هربت ليهم تقول تقول لي ام علي قال لي في الكوزين علاش جيت تسكني تقول لي ام علي ولا حيهم باش ما نبقاش نجي ندخل ولا نجي انت اخويا شفت بس الطاو شفت بس لي ام علي انت انت اخويا اش داروا ليا شوف شوف اش داروا ليا شوف دايرين خزانه على الخبز الكارمي طلبوا وجبه في الخناشي هيا هذا الخبز الكارمي جامعين وحاطينه هنا انت شوف الخناشي ها هرجع الخبز الكارمي انت هر الخبز الكارمي انت شتو الخناشي تاع الخبز الكارمي هادي ماشي حتى كور ولا شحال هاك زباله انت شوف شوف اش دايرين في هاد الشيء كاع اللي ما بغاش شي حاجه واللي ما عنده ما يدير بها انت شوف شوف اخويا اش دايرين شوف شوف اللي ما جابت ليهم البيع اجي يا ولدي نوريك واحد الحاجه اخرى اجي شوف الديطاي اش داير هنا شوف شوف داك الجوع تاع الديطاي اش داير هنا كيما قلت لنا بان الماء سارقينه الماء سارقينه شوف ولدي شوف 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 انت شوف ولدي شوف انت شوف شوف انت شوف 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 الخوي تاع القرب شوف انت شوف 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 اش دير انت شوف اش دايرين انت شوف السناك شوف الزبل شوف الولي كحل القار اللي كان يكمل الخاوي انت شوف اش دايرين سيدي فارس انت شوف 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 اسيدي شوف شوف اش دايرين هاد الناس شوف اش دايرين شوف الشيشه ها ديال الشيشه يكمو الشيشه يكمو يشربوا الشراب يكمو الشيشه يكمو الحشيش يديروا كلشي كلشي يديروا كلشي يديروا باش يبان لك الضو ها انت شوف شوف اخويا اش دايرين شوف انت شوف شوف انت شوف ولدي شوف 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 انت انت هادي ديالاش هادي شوف الشيشه الشيشه والشراب والويلو والقارو والويلو بحال هكا شوف ولدي شوف انت شوف ولدي شوف انت شوف شوف انت شوف 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 انت 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 شوف الويلو بحال شوف ها شوف شوف هادي باش معمرين هاد الدنيا هانت شوف 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 اخويا شوف هانت تشوف ولدي شوف حياتي شوف كي دايره وانا دايعه في الديور شوف الدار قداش وانا دايعه في الديور شوف هاد الناس فاش يعني رزقك خليك عيتي سخفت ولدي ماشي عريس سخفوني دعيت من الله انا عندي القلب السلام عليكم طارق اذن مشكورين رجال الامن في هذه اللحظات جاوا منتي رجال الامن حنا قلنا لك حنا في دوله الحق والقانون الحمد لله هما رجال الامن جاوا يلا خرجوا منتي شوفوا رجال الامن لان تنقول لكم تنقول لكم حنا كنصوروا هنا وحنا يعني في خطر لان يعني ما خلوناش نطلعوا نصوروا الفوق هاد الدار ديال هاد السيده جاوا شي وحدين يعني دخلوا تهجموا هنا في الدار كله وشد بيت كله يعني
هرسوا لها السراجم، هرسوا لها كل شيء، ولكن هم رجال الامن جاوا في هذه اللحظات. شكرا لرجال الامن، شكرا يعني لرجال الامن مدينه تمارين، انهم تيقوموا بواحد واجب مهني يعني مشكورين. حنا غنخرجوا، السيده غتقول لهم شنو وقع بالضبط، غنخرجوا من هنا. سير يعني باش نتبع الكرام، حنا غنحاولوا لان جاو رجال الامن في هذه اللحظات. اذا نخلي البث المباشر بحالكم متابعي الكرام، على لو عاد نشوف يعني رجال الامن ونرجع عندكم.